وخلال مشاركتي في اليوم المفتوح لحملة فينا خير والذي يبثه تلفزيون البحرين، قال سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية إن الحملة تهدف إلى دعم جهود الفريق الوطني بقيادة سمو ولي العهد في مواجهة جائحة مرض كورونا، ومن أجل إشراك المواطنين كافة في المبادرة الوطنية الخيرية. بدأنا الحملة، حملة بهدف دعم الجهود الجبارة للجنة الوطنية لمكافحة الوباء، لإيجاد استقرار اجتماعي أمني. فالآن دور الجانب الإنساني، الآن احنا كأفراد كأشخاص مثل ما قال شيخ ناصر، دورنا احنا نقول للوطن نسوي شيء حتى لو دينار، شيء جميل. الحملة جدا منظمة من جميع النواحي، حتى عندنا خطة إعلامية لمدة شهر. طريقة توصيل المساهماتهم في حساب ميسر إذا نقد، وعندنا صفحة إلكترونية ممكن يقدموا لنا مساعدات عينية وبأسلوب جدا سهل يعني. بس مثل ما قال سمو الشيخ ناصر في كلمته، احنا نريد الناس تسجل موقف في حبهم للوطن ورد الجميل للوطن. فهاي شيء مهم لتجارنا. انا اقول شكرا لبنوكنا، قطاعاتهم شكرا، لان اللحظه اللي اعطيناهم المجال للانطلاق تحركوا.